السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفة جديدة. اليوم ان شاء الله راح نديرو طاجين البسباس، وصفة صحية بزاف هايلة واقتصادية، وصفة خضر 100%. راح نشوفوها بطريقة التحضير، وصفة سهلة راح نديروها على طريقة ازمن، وزدت لها اضافات فلفلة وزيتون فيولي، راح يعطيها بنة بزاف هايلة. وكنت قدمتها مع سلطة بيطراف وسلطة ماسيدوان بزرودية وحميس. وبلا ما نطول عليكم راح نبداو. بسم الله، صلوا ونسلموا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. راح نبداو في الوصفة في طاجين. انا نحب نستعمل هذا الطاجين تاع الفخار كي نكون راح ندير جواز ولا طاجين تاع خضر، راح يزيدها بنة بزاف شابة. المهم انا ديت الطاجين درت فيه شوية زيت ودرت رند وثلاث فصوصات تاع الثوم صغار ماشي بزاف، وزدت عليها حبة بصل قطعتها بهذا الشكل كما راكم تشوفون. اسيو باش نحلو هذوك الشرائح تاع البصل، هنا البصل ومن بعد راح يعيدو مش راح يبان في لاصوص تاعنا. نغطو على الطاجين ونخلو البصل مع ذاك الدجاج شوية يتقلى لنا. ومن جهه واحده اخرى انا لي زيبيس اللي حنخدم بهم عندي زنجبيل، فلفل اسود، كركم، راس الحانوت، قزبر ملحي، قرفه والملح. وما ننساوش زرعت البسباس والخضره. عندي حبه بطاطا قطعتها كما كنتو تشوفوا شرائح شويه كبيره، البسباس قطعت الحبه على زوج وكل نص قطعته شرائح باش ما يشدناش الطياب. ودينا ديت حبه طوماطيش صغيره قطعتها. ورايحين نشوفوا كامل في الطاجين. فتحت على الطاجين بعد اللي تقلينا شويه الدجاج مع البصل، ورايحه نستف الطوماطيش. هنا نسيو الخضر اللي تطلق الماء نديروها من تحت باش تطلق لنا هذاك الماء تاعها كما قلت لكم، ومام الطاجين ما يتحركش. المهم نستف انايا الطوماطيش كما قلت لكم، ادي الطوماطيش وراح نزيد نستف الخضر كامل. نبدا بالبسباس هو الاول، ونستف البطاطا بهذا الشكل كما راكم تشوف. نحاولوا باش نديروها كشغل ان بيراميد باسكو هذا الطواجن قد ما تقبي فيه ومن بعد كي نغطوه بالمغطى تاعو راهو يجي عالي. نكمل كما قلت لكم نستفوا كامل الخضره اللي عندنا، وراح ندير لي طخونش تاع البطاطا بهذا الشكل. نسيو كامل كما قلت لكم الخضره كشغل نديروها كوم ان بيراميد ولا كيما الهرم. ومن جهه واحده اخرى رايحين نخدموا العقده ولا الدرسه اللي نديروها مع هذه الخضره. كما قلت لكم نحكموا كامل لي زيبيس، راح نخلي لكم لي زيبيس اللي استعملتهم في صندوق الوصف. وكما قلت لكم نديروا الملح، راس الحانوت، كركم، زنجبيل، فلفل اسود، قرفه، قزبر ملحي، وزريعه البسبس ما ننساوهاش باسكو راح تزيد لنا البنه تاع البسبس وتساعد في الهضم كما نعرفوا حنايا البسبس مليح للكولون. نزيد عليهم الماء سخون ونخلط لي زيبيس مليح، ورايحه نزيدهم على الطاجين تاعنا. نسيو باش نسقيو هذيك لا ماريناد اللي خدمناها ولا هذيك الدرسه ولا العقده اللي خدمناها. نسيو نديروها على كامل الخضر، نزيدو شويه تاع الماء على هذوك التوابل اللي بقاو لنا في الطبسي، ورايحه نزيدها على الخضر. وهنايا راح نزيد شويه ما كيما قلت لكم ما نكثروش، بريسك نص كاس ما ماشي بزاف. انايا ما كنتش درت ما بزاف، في الكامل كيما قلت لكم قيس نص كاس ما. وهذا الطاجين هو اللي راح يحدد لك قيمه الماء باسكو ماش راح كنت تكثري الماء راح يفيض لك. وفي الاخير راح ندير شرائح تاع وهنايا كانت باقيه لي فلفله صفراء مع هذيك الاورانج رايحة الحمراء، نستفها على كامل الطاجين. وفي الاخير نزيد عليها زيتون فيولي، هنا اختياري زيتون، عندك زيتون اخضر ديري واذا ما عندكيش عادي، ولكن الزيتون راح يعطيها بنه بزاف شابه. نكمل انا نستف كامل الفلفله اللي عندي، ورايحه نغطي عليها ونقصوا لها للنار. وهذا الانواع من الطواجن تاع الفخار يبغوا النار تكون قليله، ما تزيدوش للنار باسكو راح يتشقق وراح يتكسر وماكش راح تستفادي منه. شوفوا هنايا في الاخير راح ندير له زيتون فيولي كما قلت لكم، ولا ديري زيتون اخضر عادي اللي عندك. انا نستعمل بزاف زيتون فيولي في هذو الوصفات تاع الخضر. ونزيد حرور ونغطي عليها وريحه تدي طياب من ساعه ونص حتى زوج سوايع، المهم نقصوا لها للنار. شوفوا هنايا بعد اللي فاتت عليها بخسك ساعه، شوفوا هنايا لاصوص
والخضره هنايا راهي قريب طيب لنا، راهي طابت. شوفوا كيفاش ذبلت الخضره بعد اللي كانت معمره الطاجين، راح تنقص بعد اللي طيب لنا. وفي الاخير هنايا بعد اللي طابت معانا راني حندير لها رشه تاع المعدنوس ورايحين نطفيو النار. شوفوا هنايا الخضره راهي كيفاش تبان طايبه، شوفوا لاصوص كي تولي خاثره. وهنايا هذا الطياب كي نطيبوه هنا في الطواجن تاع الفخار يسيو باش تطفوا النار وتنحيوهم قبل ما تنشف معاكم لاصوص، لانه هذو الانواع من الطواجن كما قلت لكم يشدوا السخانه وقعد وتحطيها راح تكمل الطياب. شوفوا هنايا الدجاج كيفاش يكون طايب، شوفوا والخضره راح تطيب معانا. وكما قلت لكم هذو الانواع تاع الطواجن نقصوا لهم فقط للنار ويدوا مده تاع طياب. وهذا هو الطاجين البسباس اللي كنا درناه. شوفوا كيفاش بعد اللي حطيت الطاجين، شوفوا كيفاش يبدا يكمل في الطياب لانه الطاجين يكون ثقيل والفخار والحجر كامل يشد السخانه. شوفوا شكله بزاف يجي هايل وشباب وجواز كي من هكا في الشتاء مليح من داك نديرو الخضره. وهنايا كملاحظه تقدري ما تستعمليش كامل الدجاج وديري غير الخضره وراح تجي بزاف هايله، وهاد الطواجن صدقوني راحين يزيدوا الطياب بنه على بنه. وكنت حطيت معها حميص وزدت معها سلطه تاع لاماسيدوان مع زروديه وسلطه خضراء ودرت معها البيطرف كيما راكم تشوفوا. وريح نحط لكم في بلا تشوفوا كيفاش جا الجوز تاعنا. شوفوا كنت حطيته في طبسي بهذا الشكل وشكله يجي بزاف شباب، والطعم كما تعرفوا الخضره والبسباس بزاف صحي. نسيو باش اشاك فوا نديرو جواز كي من هكا باسكو الخضار راهي صحيه. شوفوا هنايا راح تشوفوا معايا كيفاش الدجاج طاب، شوفوا كيفاش يطيب معانا الدجاج ميم الخضره تكون طابت. شوفوا نقطع معاكم البسباس، شوفوا شوفوا كيفاش راهو طايب. ميم الفلفله تكون طايبه، الفلفله ما فيهاش الروح تطيب بالخف. وصلنا لنهايه الفيديو، اللي مازال ما شاركش معنا نتمنى ان شاء الله ديروا لنا اشتراك ولا ابوني وتفعلوا زر الجرس باش يصلكم كل جديد. ما تنساوش تخلوا لي جيم وتعليق لا فيديو. تهلاو في روحكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في امان الله.